الوحدة 69 بعد 200 سيريات ميتكال، الوحدة المختارة لهيئة أركان جيش العدو، هي إحدى أبرز وحدات النخبة، تتبع هرمياً لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان، وتأتمر بشكل مباشر من رئيس هيئة الأركان. أنشئت عام 1957 تهدف لجمع المعلومات الاستخباراتية خلف خطوط القوى المعادية للكيان الصهيوني. ضمت القوة عند تأسيسها ضابطاً من الاستخبارات ومن الوحدة الأولى بعد 100 المشهورة بأعمال القتل والتصفيات، إضافة لعناصر من وحدات المظليين. لم يتم الاعتراف بها رسمياً إلا أواخر الثمانينيات. شروط الانضمام لها الأكثر تعقيداً بين الوحدات، حيث يخضع المنضمون لها لسلسلة من الاختبارات الاستخباراتية، ثم لستة أشهر من التدريب في سلاح المظليين، وفترة أخرى من التدريب التخصصي، ومن ثم مصادقة هيئة أركان الجيش على المقبولين منهم، وصولاً لمرحلة التدريب والعمل في صفوف الوحدة. يتخرج من الوحدة قادة للكيان في المجالات كافة، في المجال السياسي وأذرع الأمن والاستخبارات والجيش. من أبرز أعضائها المجرمين إيهود باراك، بنيامين نتنياهو، شاول موفاز، موشي يعلون، أفي دختر، وداني يتوم. نفذت الوحدة مجموعة كبيرة من الجرائم خارج فلسطين، أبرزها عملية فردان بتاريخ 9 نيسان لعام 1972 بقيادة إيهود باراك، أغتيل فيها القادة كمال ناصر وكمال عدوان وأبو يوسف النجار. اختطاف عدد من ضباط المخابرات السورية في جنوب لبنان في العام 1972، عملية مطار انتيبي بأوغندا عام 1974 ضد الفدائيين الذين اختطفوا إحدى الطائرات، عملية خطف الحاج مصطفى ديراني من حزب الله عام 1994، عملية تسليم بي التي باءت بالفشل بعد أن قتل 5 من عناصرها خلال التحضير لاغتيال الأمين العام لحزب الله عام 1995. قادة العدو أياديهم ملطخة بدماء شهداء الثورة الفلسطينية والعرب على مدار عقود.